صدق أو لا تصدق، هذه الحشود العسكرية تابعة لحكومة الشرعية اليمنية وتأتمر بأمرها. استفاقت أخيرا من رقادها الطويل في معسكراتها واكتشفت أن لها أنيابا أطبقت عليها الأفواه والجبهات لسنوات قبل أن تغرسها في جسد مدينة عتق الصغيرة، وإن كانت عاصمة لمحافظة شبوة المهمة استراتيجيا، لتحقق حكومة الفرار كما يحلو للبعض تسميتها أول انتصار ميداني لها في مدينة باليمن خلال سنوات الحرب التي دخلت عامها الخامس. الله أكبر، هاي جسد الانتقالي اللي قال ما بقدر ندخله دخلناه اليوم انكسر شوم من الخطأ. استعراض الحكومة لعضلاتها على الجنوبيين اليوم افتقده أبناء اليمن ضد الحوثيين وحلفائهم، فهذه القوة كانت تعيش مهادنة ميدانية واضحة في الجبهات الموجودة فيها، ولم نسمع عن اشتباك حقيقي للتقدم نحو تحرير الشمال والانتقام من الحوثي الذي انقلب عليهم في صنعاء وطردهم منها مدخلا البلاد في المجهول، ولم نرى حمية أو موقفا ضد الصورة الشهيرة لعناصر الحوثي تسبح في منزل حميد الأحمر القيادي في حزب الإصلاح. يومها فر منظرو هذه الحكومة، بعضهم متخفيا بزي حرم السفير السعودي مثل نائب الرئيس علي محسن الأحمر الذي زج اليوم بكل ثقله العسكري في معركة شبوة الغنية بالنفط والغاز، لأنه وبحسب مصادر يمنية يخشى تحجيمه سياسيا والضغط على الرئيس لاختيار نائب توافقي بدلا عنه، بينما يرتفع مؤشر الفساد في الحكومة وتتوالى الفضائح التي طالت وزير الداخلية أحمد الميسري باختلاس عشرات المليارات من الريالات بعقود ونفقات وهمية، وكذلك وزير النقل صالح الجبواني الذي تفرغ فقط للهجوم على دولة الإمارات، بينما كانت كل أوامر الوزير تنحصر بتحويل عائدات وزاراته إلى حسابه الشخصي أو لصرفها على زياراته وتنقلاته وجولاته كما تظهر وثائق حكومية متداولة. وربما كان هذا الحجم من الفساد سببا في إدمان الميسري والجبواني على الفرار من عدن خوفا من الغضبة الجنوبية التي ضاقت ذرعا بالفساد والفاسدين. واللافت أن أهم ما تحقق للحكومة الشرعية من انتصارات ميدانية تحقق فقط في الجبهات التي تقاتل فيها القوات الجنوبية والإمارات ضمن التحالف بقيادة السعودية، من تحرير عدن ومناطق الساحل الغربي المهمة وصولا إلى الحديدة، مرورا بتحرير الجنوب من تنظيم القاعدة الذي طرد من معاقله في المكلا وأبيان التي هي للمفارقة مسقط رأس الرئيس عبد رب منصور هادي. عبد حليمي، إرم نيوز.